يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنه يوم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون اليهود هناك في فلسطين، بل يكون المسلمون في فلسطين، ويكون عيسى عليه السلام في البيت في المسجد الأقصى في القدس. فإذا هذا معناه، وهذه أنا عقيدتي، أن اليهود يستحيل أن يظلوا محتلين لفلسطين وفيها القدس، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ويخرج الدجال ومعه كما ذكرت مشيرا إلى الحديث الصحيح 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، يكون محصورا في القدس. فإذا ليس هناك يهود يومئذ. إذا معنى هذا أن اليهود أخرجوا من فلسطين، فمن الذين يخرجوهم؟ هم المسلمون الذين يهيئون لنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، كما بشرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت وكتبت الحقيقة التالية، وهي أن كثيرا من المسلمين يتوكلون على أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي عليهم السلام، ظانين أنه لا عزة ولا حياة للمسلمين إلا بهذا النزول وذاك الخروج. فأنا أقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام هو المهدي الذي يمكث في الأرض نحو 8 سنوات فقط، لا يستطيع لا هذا ولا هذا ولا ذاك أن يعمل في برهة وجيزة من الزمن أن يقلب المسلمين من هذا الضعف الذي ران على قلوبهم إلى القوة والمنعة المعنوية والمادية في آن واحد. وهذا معناه أن المسلمين عليهم أن يعملوا وأن يهيئوا أنفسهم لاستقبال هذا الأمير أو هذا القائد الذي يقودهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز إذن للمسلمين أن يتوكلوا على نزول عيسى أو خروج المهدي، وإنما عليهم أن يهيئوا الأرض لهما. لأن الحقيقة نحن نرى الآن أنه في هناك حركات إسلامية وأحزاب إسلامية كثيرة تعمل، ولكن على غير هدى. أول ذلك أنهم لم يعلموا المسلمين الإسلام الصحيح، والثاني والأخير أنهم لم يربوا المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. من الذي سيقوم بهذا؟ لابد من تهيئة الجو للقيام بهذه القيادة، وهي قيادة عيسى والمهدي عليهما الصلاة والسلام. فإذا نستفيد من هذه المجموعة من الأفكار والآراء المشتقاة من النصوص الشرعية العامة والخاصة، أن المسلمين عليهم أن يعملوا دائما وأبدا، وأن لا يتواكلوا على خروج مهدي أو نزول عيسى عليه السلام، وبخاصة أن اليهود الآن احتلوا فلسطين، وأنه حين يخرج الدجال ويأتي معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة يكون عيسى في بيت المقدس. فإذا كيف وصل عيسى إلى بيت المقدس؟ واليهود كما ترون هم الآن ويتعصبون ويتمسكون ويماطلون ويراوغون كما أنتم تسمعون في المؤتمر المزعوم مؤتمر السلام. إذن لابد من العمل كما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وعلى هذا فنزول عيسى عليه السلام حق، لكنه
إذا نزل فينبغي أن ينزل في مسلمين قد تهيأوا لقبول قيادة عيسى والمهدي عليهما السلام، لأنهما كما تعلمون فيما أظن أنهم يلتقيان، ويصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف المهدي في دمشق الشام، هناك يلتقيان ويصلي عيسى خلفه، ويريد المهدي أن يقدمه، فيقول الله فيقول لا، تكريمة الله لهذه الأمة، أي أمة محمد عليه السلام، فيأبى عيسى أن يتقدمه ويصلي خلف المهدي. فهما إذن يقودان المسلمين. أي مسلمين؟ في دمشق الذين يعيشون الآن في كثير من مشايخهم، ولا أقول المشايخ كلهم، وهم ينافقون للحاكم هناك. هؤلاء الذين سيعملون وينصرون عيسى والمهدي إذا لا، سيكون الوضع تغير جذريا تماما هنا وهناك وفي كثير من بلاد الإسلام. ليقود هؤلاء المسلمين هذان الإمامان عيسى والمهدي إلى قتال ليس فقط اليهود، بل قتال كل الكفار، حيث لا يبقى يومئذ في عهد عيسى عليه السلام على وجه الأرض إلا الإسلام. وهنا يتحقق قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. فإذا ختاما أؤكد ما قاله رب الأنعام: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.